مشاهدينا بنروح لخبرنا الثاني، حيث أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة إيقاف 134 مواطنا ومقيما، وأيضا التحقيق مع 340 مشتبها بالفساد في عدد من الجهات الحكومية التي تضمنت وزارات الداخلية وأيضا الدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة. هذا الخبر يخلينا نرجع لولي العهد سمو سيدي محمد بن سلمان لما قال أن ما في ولا أحد راح ينجو من قضية فساد طالما أنه كانت في كثير أدلة تثبت تورط الأشخاص. المقابلة هذه لما سمعناها يعني الواحد ما كان يتوقع أنه نزاهة ما زالت حريصة رغم كل هذه السنوات من بعد هذه المقابلة أنها فعلا تتبع كل المواضيع اللي تكون مست حق المواطن وأيضا تكافئ أو تجازي كل من سولت له نفسه وكان لي دور في أي نوع.